الإمارات أشرفت على فتح أكثر من 5 قنوات وتدعمها بالأموال، كلها تبث من خارج ليبيا ولا تعنى إلا بالشأن الليبي فقط. هذه القنوات مشروعها هو مشروع الإمارات، وهو مشروع تمجيد حفتر وتجهيزه ليكون سيسي ليبيا الجديد. هذه القنوات طبعا تسير وفق منهجية معينة، تسير وفق أجندة معينة، تحقق أهداف مشروع الإمارات في أن يكون حفتر هو رئيس ليبيا القادم. ولذلك لن تغطي أي حادثة من الحوادث التي ربما تسيء إلى هذا المشروع أو تشكل خطرا على هذا المشروع، فقط هي تغطي هذه الاحتفالات التي تمجد وتقدس هذا الشخص وتضعه في مصاف الآلهة، واستغفر الله من هذا القول، ولكن ما شاهدناه بالفعل لا يليق حتى بالبشر. يعني كما كنا نشاهد أيام الجدافة، نعم، الأمور خرجت عن المنطقية وخرجت عن الواقع وخرجت حتى عن العقلانية. شكرا لك. لم نكن نعتقد بأن هذا الأمر سيحدث بعد فبراير، ولكن سبحان الله حتى المؤيدين لحفتر كتبوا على صفحاتهم وقالوا بأنه منذ 15 من فبراير 2011 لم ترفع صورة لشخص في احتفال، ولم يمجد شخص إلا اليوم في توكرا.